سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، مرحبا وألف مرحبا بكم من جديد. معكم طارق كما جرت العادة في العروض العقارية الرائعة. جيب لكم اليوم شقق من فئة ديال السكن المتوسط ولكن بواحد الفينيسيون بواحد الديكورات اللي هما فاخرة، كيتواجدوا في عمارة اللي هي صغيرة عبارة عن أخ بلوس دو، بما معناه شقة في الطابق الأرضي، شقة في الطابق الأول وشقة في الطابق الثاني. أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس وبالضبط على مقربة من طريق الرباط، على مقربة من المركز التجاري مرجان، على مقربة من مجموعة من الماركات العالمية المعروفة. وما زاد هذا العقار جمال هو أنه ما عندوش حاجب الرؤية، بما معناه ما عندوش الفيزاج. إلا حليتي الشراج مثلا ديال الصالون ديال الساجور ولا المطبخ، ما كاينش قدامي شي حاجة اللي غادي تحجب عليا الشميشة ولا الهواء. العقار ديال اليوم كيتواجد في الطابق الاول، وكاين واحد اخر كيتواجد في الطابق الثاني، بمساحه اجماليه ديال 110 متر مربع. 110 متر مربع كتفرق كالتالي: صالون، سيجور، ثلاثه ديال الغرف، مطبخ عصري وحمامين. عندي بالنسبه للهندسه ديال العقار فهي كالتالي: عندنا المدخل ديال العقار هو هذا، في الخلف الباب ما كاين حتى شي شقه اخرى. عندي الحمام ديالي رقم واحد هو هذا، بلافابو ديالو، التواليت ديالو والدش. اما هنا في هذا المدخل هذا فعندي واحد لافابو اللي هو ديال الضيوف، وبهذا الديكور مثلا وهذه الزربيه هذه اللي دايرين في المدخل. دابا شفنا المكان المخصص للاستقبال. شوفوا في هذا الممر شنو عندنا. عندنا هنا كيتفرقوا الغرف لعدد ديالهم ثلاثه، هذه ما هي الا الغرفه رقم واحد. كما قلت فاش كتحل الغرف ديالك ما كتلقى قدامك حتى شي حاجه تبني، وعلى مقربه نعاودها سوبر مارشي ديال مرجان ولا من مركز تجاري مرجان ومن الماركات العالميه المعروفه. بالنسبه للمطبخ ديالي ففيه كل ما يحتاج الانسان، بلاصه فين ندير الثلاجه، لاهوط، لا بلاك. عندنا واحد البالكون فين ممكن الانسان يدير الشوفو والماكينه ديال الصابون ديالو. عندنا هنا في الغرفه ديال الوالدين كاين فيها اول شيء فيها الدوش تواليت في البلاكارات. بالنسبه للارضيه ديال الغرفه ديال الوالدين كلها فيها الايحاءات، وكانك كتمشى على الخشب. غرفه اللي كانت متسعه وكبيره. ثمن العقار ديال اليوم هو 750 ألف درهم، كنهضروا على 75 مليون، ولا ربما يكون هناك شيئا ما من التفاوض من النقاش مع صاحب هذا العقار. فيكفي الانسان يجي يشوف العقار. اما بالنسبه للثمن فهو ثمن كنعاودها قابل للتفاوض. اعزائي المشاهدين نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله مع طارق.